ده كان شكل منتخبنا الوطني في مباراة اليوم. يعني كنا عايزين نتكلم كريم برضو عن تعليق الكابتن عصام عبد الفتاح على فيديو ابو جبل. انت كنت عايز تتكلم في هذه النقطة. طبعا نقطة مهمة. احنا كنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على موضوع التحكيم. وانا بس قبل ما تقول اي حاجة، احنا عرفنا النهاردة، ما اعرفش هل هي تصريحات صحيحة ولا هي موجودة على اليوم السابع الحقيقة، وبالتالي هي اقرب للصحة يعني. كابتن عصام او حد مصدر في لجنة الحكام اللي احنا يعني بنحاول نعرف تشكيلها ايه، بيقول ان هم خلاص مش هيتكلموا، وان هم خلال الفترة اللي جاية هيشتغلوا على تطوير التحكيم، لان هم معرضين او يعني الناس بتتصيد الاخطاء بالنسبة لهم وكلام من هذا القبيل. وهو بالظبط هو ده الخبر معانا. اللفظ ده مهم جدا احنا نقف عنده. احنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على تصريحات الكابتن محمد عادل، لا اعتقد محدش اكبره انه يقولها، هو قالها بمحض ارادته، هو اللي لوحده خد قرار ان هو يطلع في الاعلام ويطلع يقول اللي هو عايزه، وطالما ان انت قبلت انك تقول فبالتالي تقبل ان سيتم نقد كلامك سواء بشكل ايجابي او سواء بشكل عليك سلبي. نقد كلامك انت اللي قلت عليك. خلال الاسبوع ده ظهر فيديو ليس مسرب، تاني اهو انا دقيق جدا في اللفظ، ظهر فيديو ليس مسرب، ده فيديو تم تصويره من احد زمايلنا المصورين التابعين لاحد المواقع الموجوده في الساحه الاعلاميه في الوقت الحالي، وصور الفيديو من خلف المرمى، خلف مرمى نادي الزمالك في الشوط الثاني في ركله جزاء النادي الاهلي اللي تم احراز منها الهدف الخامس. مصور رسمي معاه اي دي داخل جوه الملعب، صور الفيديو لمحادثه ما بين ابو جبل، كابتن محمد عادل، واشرف بن شرقي. الصوت اللي طالع واضح في الفيديو صوت ابو جبل وهو بيقول له انا معاك في اي نتيجه انت عايزها، قول لي بس. ده صوت واضح، ليس فيه اي تلاعب، ليس فيه اي مونتاج، ليس فيه اي ساوند شوب. لو هنقول فيه فوتوشوب وفي ساوند شوب، مفيش ساوند شوب فيه. اشرف بن شرقي انا على المستوى الشخصي وكل امانه فعلا لا استطيع ان احدد هو قال ايه، صوته مش واضح. انا اللي ركزت معاه صوت ابو جبل، وكلام ابو جبل واضح للكابتن محمد عادل ان في اتهام بتوجيه النتيجه. لما لاعب يقول لحكم انا معاك في اي نتيجه انت عايزها، ده واضح جدا اتهام بان انت نازل تعمل نتيجه معينه. فكان على اقل تقدير المفروض الكابتن محمد عادل يحفظ هيبه حكم اللقاء ويديله كارت يتكلم معاه. حد الكابتن محمد عادل ما سمعش اشك تماما، لان المصور الكاميرا اللي معاه خلف المرمى خلف الشبكه بس بعيد في فجوه، الصوت وصل فاكيد كابتن محمد عادل سمع. طيب اجي بقى للفظ حضرتك قلته. كابتن صلاح فتاح طلع قال في تصريحات نقلها زميلنا هاني حتحوت، وقال كابتن صلاح فتاح قالها له شخصيا، قال له انتوا بتتصيدوا لمحمد عادل وايه يعني لاعب بيكلمه. طيب يعني لاعب بيكلمه بيقول كده. هو الفيديو ده كانت نظريه الاحتواء، الفيديو ده زميلنا المصور او احنا عملناه على ايدنا، يعني احنا فبركناه مثلا. مش دي واقعه حصلت، ده في اسبانيا. في اسبانيا اس جريده اس عندها تيم في الجريده متخصص لقراءه الشفايف، وبسبب التيم ده كل لعيبه العالم اتعلموا حركه ايه هي، لما يجي يتكلم في الماتش يعمل كده، يحط ايده على بقه. الناس تسال ليه بيحط ايده على بقه، عشان عارفين الصحفيين حتى لو مش سامع الصوت بيبقى فيه تيم متخصص في قراءه الشفايف. وبالتالي عايز توصل ليه يا كريم؟ عايز اوصل ان الكابتن صلاح فتاح المفروض في اي مشاكل من النوعيه دي يطلع يقول يا جماعه ايوه عندنا مشاكل هنحلها بالظبط كده، مش يبدا كل همه ان احنا شايف ان الموضوع شخصي. مفيش شخصنه، ما ان كنت تاني اهو للمره المليون يا جماعه والله بقولها لكم بكل امان عشان الموضوع ده خالص مهما يحصل، واتمنى طبعا يحلوا الموضوع، لن ينصلح حال التحكيم في مصر في الوقت الحالي خلاص الا بقرار واحد، وهو قدوم رئيس لجنه حكام اجنبي. هو ده القرار اللي هياخدنا من منطقه لمنطقه وهيخلي الدنيا هاديه وهنتقبل اي شيء. تمام بس